ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صابوا الأعمال، ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جوا. مثل الأيام كنا أنا وأنت، بقلبك محلي وجوا قلبي أنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا العربية بهدوء من غير شوشرة. شو بدك نبيل؟ هنروح مكان هادي بس نتكلم فيه شوية ونحل فيه مشاكلنا على روحنا. وإذا ما قبلت روح شو بيصير؟ أعتقد أنت عارفة كويس قوي شو بيصير. يعني عملية خطف ما هيك؟ سميها بقى زي ما أنت عايزة تسميها، مش هتفرق. شو يا أستاذ يا محترم؟ عم بتساعده حتى يخطف أختك؟ أنا عم خصني بكل هالقصة. اسمع أنت وياه، مش طايقتكم تنيناتكم، مش فرقاني معي حتى لو بدك تقوصني. مش طالعة معك نبيل وهلأ بصرخ صوت بلم عليك الحي كله، فاهم؟ وانت يا فادي حسابك عندي بعدين، لك تفو عليك وعلى عقدك وقرفك. روحوا نلعوا من وجهي أنت وياه وبلا قرفكم. وقال والله العظيم
برفع دعوة فيكم بزيتكم بالحبس كل العمر. هترجعي لي بمزاجك أو غصب عنك هترجعي. شبكات شحطوني من البيت. يلا نمشي. Good morning, حبيبي. تعي 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 بوسة. وريد كتير جوعانة. جوعاني؟ ما في أكل هون بالأوتيل. شو حابة تاكلي؟ لبنة، جبنة، أومليت، كرواسون. لبنة. لا لا كل شيء. كل شيء. تكرم عيونك. شربي حبيبتي تشربي. هو مي وسكر بيريحوك. شربي منيح. خلاص ماما بشرفك. شو بنتي؟ شو هالتليفون اللي وصل لك؟ بابا بليز مش قادرة احكي. روق نديم روق. طيب طيب رقنا. حبيبتي ما تخافي اوكي؟ شو ما صار انا رح كون حدك، شو ما صار وشو ما كانت المشكلة ما رح نتركك ورح نحميك يا حبيبة قلبي انت. اوعى تخافي تخبرينا شيء. نحن معك لو شو ما كنت عاملة، فاهمة؟ هيدا أكيد بيسام، بليز ما تفتحوا له. أكيد بدنا نفتح له، نحن ما منخاف من شيء. كوني قوي يا واجه، حتى ولو كنت غلطانة. مالك عم تطلع فيي ما هيك؟ أكيد عارفة إنه أنا اكتشفت كل شيء. ما رح أسألك إذا اللي سمعته كذب، لأنه شافوكي بعيونهم، بالأوتيل أنت وإياد. شو؟ قولي شيء. روق وسام، روق. في مجال احكي انا وطينا لوحدنا جوا؟ لا، انا وامها بدنا نعرف بكل شيء، ما في شيء لازم يكون مخبى بيناتنا نحن الثلاثة، بدنا نعرف كل شيء عم بيصير مع تينا. لا بابا معلش، فوت انا وسام لازم نحكي شوي اصلا. بس انت مش منيحة يا حبيبتي. ما تعتلي هم انا منيحة، تفضل. شبك داد؟ ما في شي حبيبي، ما في شي. طب شو رح نعمل اليوم؟ اليوم ما بعرف، ما رح نعمل شي. أنا ناطر تليفون وما بعرف يعني. طب أنا ماني مبسوطة هون، بدي أرجع لندن. كملي أكلك حبيبي يلا. ايه يا زلمة، طمني وين صرت؟ قطعت الحدود ولا لسه؟ طيب بس تقطع الحدود خبرني فورا، اوكي؟ ماشي حبيبي يلا بالسلامة. شو بك ساكتة؟ كثير عندي حشية يعرف شو بدك تقولي. شو أول جملة معقولة تقولي لي إياها؟ شو أول كلمة معقولة تطلع من تمك؟ أول شي بدك تروق توطي صوتك أهلي برا ما تنسى، بدك تروق لحتى نقدر نحكي روق. روق؟ كيف بدي روق؟ كيف بدك يعني روق؟ كل شي عم بيصير بخليني رايق؟ اللي صار قبل صار بلا تفكير، بلا تخطيط، بلا وعي. اللي صار صار بجنون وبلحظة مش طبيعية. بعرفن هول حكيات تينا،
انا مش ابن امبارح واقف قدامك. هو القصص مرقين علي مليون مره مليون مره. انا ظاهر على صاحبتي وقايلها لحظه تخلي ولحظه جنون. حافظوا انا غايب حبيبتي. حال لكن لازم تفهمني وتقدر وضعي كثير. ما زال مارق فيهم مليون مره. لك انت عشان عم تحكي؟ انا عم بحكي لما كنت اظهر مع البنات بس اظهر معهم. طب تيجي تحسبيني؟ انا ما عم بحكي عن علاقتنا انا وياكي. شو بقى علاقتنا انا وياك؟ ليش شو بتفرق عن غير علاقات؟ شو بتفرق؟ بتفرق انه انا وياكي مرتبطين، نحن غير نوع علاقه. هذا بيقول لي مرتبطين، نحن ما بعمرنا كنا مرتبطين وسام. بس انا بدي اتجوزك. بس انا ما بدي اتجوز، صرت مليون مره قلت لك انه انا ما بدي اتجوز، ما بدي ارتبط، بس انت اللي واهم حالك انه نحن مرتبطين، انا ماني ثابته من جوا لحتى استقر وارتبط بحدا نكمل كل حياتي معه، ماني جاهزه. بتعرفي شو عم تقولي؟ بتعرفي شو عم تحكي؟ عارفه عارفه ومتاكده من كل كلمه عم بقول لك اياها. ما عم بفهم الوقايع اللي عم تحكيني فيها. انت خنتيني مع خطيب اختي، ظهرتي معه ونمتي معه، ما قالك يومين بتعرفيه، واقفه قدامي عم بتقول انه معك حق باللي عملتيه لانه ما في ورقه بتربطنا. هل هيدا هو الحب بنظرك؟ هيدا هو الوفاء؟ يعني احاسيسك ما بيعنولك؟ طب احساسي انا؟ ذكريات الايام الحلوه اللي قطعنا فيها كل هو ما بيعنولك؟ كل هو كبيتيهم بزباله لانه واحد طلع فيكي واشتهيكي واشتريكي بمصرياته؟ فشلت! بدي ايدك فشلت! ما حدا بيشيل بمصرياته انا! قولي لي نمتي معه! جاوبيني! جاوبيني! ايه 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 ايه! ضعفت قدامه! ضعفت قدامه ايه! طيب يا دينا. طيب. انا هلا عرفت انت اي نوع من البنات. هلا لاحظت انك بنت فالتي وما بتسوى واخلاقك زباله. بس للاسف للاسف اكتشفتك مأخر بعد ما انغرمت فيك ودندلت بحبك على الاخر. بس لا ما رح اتوصفها لما انت منك من اللي اسمه اياد. انتو حرقتوا قلبه وقلب اختي. انت ضيعتي مستقبل اختي اللي صار لها سنين وسنين عم تجرب تبنيه. لا مش هخليك ترتاحي. ما رح ارتاحي لما انت منك ومنه. الايام قدامنا يا حلوه، الايام قدامنا. وسام 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 رد علي. وسام عم بحكي معك رد علي. بينكم هالبنت اللي كلها اخلاق ووفا. برافو عليك برافو. والكروق يا وسام. مها تركيها شوي لحالها، تركيها تفكر باللي سمعته من وسام وباللي هي عملته كمان. انا كثير زعلان على بنتي مها. مش لازم نعرف منها يلي صار؟ يمكن هي مش غلطانه. نيناتنا بنعرف انه تينا بنت ضايع لا بتعرف تركز ولا تاخد قرار، واتنيناتنا بنعرف شو السبب كمان. صار الوقت انه نعالج هالمشكله معها. اكيد صار الوقت. ما بدي بنتي تضيع مستقبلها وتنزعه مثل ما انا عملت. واذا ما لحقناها هلا يا نديم اكيد بعد شوي رح يكون فات الاوان. خش يا فادي. تعال. داري مدام زوزو. اوكي. ليش جايبني لهون؟ لمين هذا البيت؟ ده بيت مدام زوزو حبيبة القلب. هنا بقى يا معلم هيبقى لنا مكاننا ماشي فيه شغلنا. نسلم ونستلم. بس بقول لك ايه؟ الست دي تخلي بالك منها. مش بيقول لك كده خلي بالك من زوزو؟ هي دي بقى زوزو اللي لازم تخلي بالك منها. بتحب الحلوين اللي زيي والطيبين اللي زيك.
بس ما تخليهاش تضحك عليك. مالك يا اللي يشوفك كده والبنت خايفة على شرفها. اقعد اقعد. قال شو؟ زعلان لي ما حكيته قبل ما خبرت وسام كل شيء؟ كان هو شرح لي. ولك شو بده يشرح لي؟ شو بده يشرح لي ما انا شفتهم بعيوني؟ شفتهم بعيوني عم يحجزوا الاوضه وطالعين عليها. طيب افترض بده يقول لي انه كان عم يحكي هو اياها. افترض عم بيحلوا قضيه الشرق الاوسط. ليه كذب علي؟ ليه قال لي انه كان بسوريا وهو كان بلبنان؟ ما القصة واضحة، ما بقى بدها اتنين يحكوا فيها. هيدا وسام، الله يستر. ايه وسام؟ ما بقدر اقول لك قد ايه وقحة، قلنا احنا مش مرتبطين، بس عم نظهر مع بعض وفيها اتنين مع مين ما كان. شو؟ يعني ما نكرت؟ مش بس ما نكرت، اعترفت كمان بكل عين وقحة. سألتها إذا نامت معه، قالت لي إيه، نمت وضعفت قدامه. وينك هلا؟ بدي أشوفك. أنا بالأوتيل. تعال عندي. يلا يلا جاية. دينا اعترفت لوسام إنها نامت مع إياد. شو بهيك ساكت؟ قول شي. مبسوط ما هيك؟ شوفي جنى اسمعيني منيح، انا ساكت لاني قررت اني ما عاد اتدخل بحياتك الخاصه. المره الماضيه لما ركضت لاحميكي ودافع عنك، اياد وقف وقال لي ما تتدخل بحياتنا الخاصه. انت وقفتي عم تتفرجي علينا وتركتوني مثل اي واحد حشري عم يتدخل بحياه الناس. أنا ما بسمح أبداً أي حدا يوجه لي كلمة ما بتعجبني. عم بتلومني وأنا كنت شرباني وضيع ومش مسؤولة عن ولا كلمة قلتها. عم بتزيدها كتير رامي. أنا ما عم فهمت عليكي عن جد. ما عم فهم عليكي. أنت من شو متضايقة؟ شو اللي صار فجأة مثلاً ما كنت بتعرفيه؟ مو هن الاثنين كذبوا على الكل وأخذوا غرفة بالأوتيل وقضوا فيها كل الليل مع بعض؟ شو كانوا عم يعملوا مثلاً ها؟ عم يحكوا بالسياسة؟ ما بقى تتمسخر رامي، ما بقى تتمسخر. أنا ما رح بحترق من جوا. أنا ما عم بتمسخر، أنا عم بقول لك الحقيقة. الحقيقة اللي أنت ما بدك تشوفيها وما عم بتشوفيها. ما بقى عم صرخ، ما بقى في اسمع رجال عم بيصرخوا. شو قصتكم كل الرجال اللي حوالي صايرين أبضيات وبدالكم تصرخوا؟ ما عم بفهم. أنا عن جد بعتذر منك، ما كان قصدي صريخ عليكي، بس أنا ماني بأحسن أحوالي. أخي علقان على الحدود وما بعرف إمتى ممكن يفوت، وشغلي بلندن معلق بين السماء والأرض، وأنا مو عارفان شو بدي أعمل. على كل حال أنا رح أنزل أتمشى شوي، بركب تهدأ أعصابي. لا أخليك، أنا رح أشوف وسام عندي. أنت خليك هون ارتاح شوي و... فكر بحالك. Thank you.
اهلا نبيلو، ازيك؟ كويس؟ ازيك يا زوزو؟ كويسه. حلو؟ حلوه قوي على طول. حلو. ده فادي صديقي واخو مراتي، عندنا شغلانه كده هنيجي نقعد عندك كام يوم، لو خلصت على خير هيبقى لك من الطيب نصيب. حبيت. اهلا 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 للشاب الحلو. شو هيدا؟ يي بتستحي كمان؟ يا نوسك شو صغير بيستحي. قال بنشغل عليه. بس بقولك ايه، وحياة والدك بالراحة عليه شوية عشان ده غلبان مش حمل زوزو. بقولك ايه، ما تعملي لنا كده شوية كعك وشاي. من عيوني. تسلم عيونك. زيزي زيزي، انت هتفرقع ولا ايه؟ ما تقعد، ما قلت لك اقعد. ايه ده؟ بقول لك ايه؟ شكلك كده دخلت دماغ زوزو، ودي ست مش سهله، مش اي حد كده يخش دماغها بسهوله. خلي بالك من نفسك بقى. حلو، انا هلاقي راسي بخير محل. شوف جانا شو عم تخبرون عني بالبيت، كيف عم تحرضون علي. يا معلم ما تخافش من حاجه، طول ما انا جنبك كل اللي تفكر فيه دلوقتي وتشغل بالك بيه الفلوس. عد فلوس، ساعتها ما حدش هيعرف يبص لك اصلا. هتبدا حياه جديده خالص بعيد عن كل القرف ده. ما تقلقش. ماما تعالي بليز. شو بعد في شي لازم نعرفه؟ بحبه وبحبني. لو ما صرنا كتير بنعرف بعض. تفتكري حالك انك بتحبيه؟ هيدا حب من اول نظرة، هيدا اعجاب مش حب. انا شفته كيف كان عم يتطلع فيكي لما اجى لعنا. مش مزبوط، هو بحبني كتير، هو صادق معي وانا بعرف هالشي. عن جد؟ مش هو عايش بلندن؟ مش هو اجى يطن امه ويرجع يسافر؟ مش هو جاي هو وخطيبته اللي له 7 سنين معه؟ مزبوط، بس كل اللي عم تقوله قبل ما يتعرف علي بيحبني. وهلا شو رح يصير يعني من بعد ما تعرف عليك وحبك؟ رح يترك حياته وشغله بلندن؟ رح يترك المرأة اللي له سنين معها؟ شو رح يعمل؟ قولي لي. رح يترك بنته ومستقبل بنته كرمالك؟ يا حي المرة اللي أنا بحبها وعلى أساس بتموت فيي، لما ابنها احتجلها زتتني ورا ظهرها وراكدة لعنده على بلد تاني. روق نديم بقى، روق. حاسس تقولي لي روق؟ أنا كتير رايق معها، لو ماني كتير رايق ما بتعرفي شو كنت عملت. بنتي أنا تتعرف على رجال والتاني يوم تروح تنام معه بالأوتيل وبتقولي لي روق كمان؟ أنا ماني بنت صغيرة وبعرف كتير منيح شو عم بعمل. لا، ما بتعرفي شي. اللي عملتيه معناته إنك بنت فالتي، بنت سهلة. كل ما واحد قرر يظهر معها بيقدر يوصل لها. مش مزبوط. بلا، مزبوط ونص. اسكت نديم. أنت الرجال الفالت، أنت الرجال الفالت يلي كل ما بتشوف مرة بتروح لعندها وبتركض وراها وبتدخل معه معها. أنت الرجال الفالت بابا. فوتي على اوضتك وفكري منيح باللي عم بيصير معك، رح تعرفي انه اللي عم بقوله مزبوط. انا بعرف انه بنتي متحرره، لما تحب شاب تظهر معه.
رغم انه هالموضوع هيدا كمان كان عندي صعوبه اني اقبل فيه، بس كبرت عقلي وقبلته لحتى اقدر ضل صديقك. بس ولا يوم قبلت انه بنتي انا اللي عم تظهر مع شاب تروح تظهر مع واحد تاني تعرفت عليه من يومين بس وتنام معه كمان. انتو اهلي مثال الاعلى وانا بعمل مثلكم. يا ريتك عم تعملي مثل امك، يا ريتك مثل امك، يا ريت امك اللي روحت حياتها لانه قررت تكون محترمه مخلصه لجوزها يلي ولا يوم كان بيستاهل منها كل هالوفا. لا انت ما عم تعملي مثل امك، انت عم تعملي مثلي انا. السبب اللي انت فيه تينا، وانا رح ضل وراكي لحتى ترجعي تتصلحي. فوتي على اوضتك وفكري منيح. فوتي انت. انت مش منيحة، انت مش منيحة بسببي انا مش بسببك انت. ما بقى تلومي حالك، انت بتسوي رقبتي. يا مجد ليش ما عم تفهم علي؟ عم اقول لك عندي مشكلة، ما بقدر اطلع معكم اليوم. هلا جنى عندها مشكلة كبيرة وانا وزهرة ما عندنا مشكلة كبيرة؟ كل العيلة وكلياتنا معرضين للخطر، وإذا هلا هلا ما طلعت لفوق وحليت القصة ولك خلص بطلع بكرة. عم اقول لك بطلع بكرة. زهرة أنا اليوم عندي مشكلة خاصة، بحلها وبكرة بطلع معكم. بس يمكن أهلي ما رح يقبلوا ينطروا لبكرة. شو بعمل؟ بشق حالي شقفتين؟ عمي انت اللي خليتنا نجي لعندك ونتكل عليك، فمشان الله ما تركنا من نص المشكله. انتبه كيف عم تحكي معي، انتبه. انت دقيت لي وقلت لي انه هربتوا، مو انا قلت لكم تهربوا. بعرف عمي بعرف، بس الله يخليك ساعدنا. مو قادرين لحالنا نوقف وشه، بس بدنا حدا قوي يوقف معنا. خلص انا بحاكيهم، انا بحاكيهم بشوف شو فيني ساوي. مجد خد زهرة شوي، طلعوا مشوار وغيروا جو. يلا ليك اترك لي رقم محمود. هتفضل خايف كده طول الوقت؟ امسك امسك دي زوزو، يعني دي احمد ربنا انها بصت لك اصلا. شايف كل الحاجات اللي على الحيطه دي؟ دي ايام زمان كانت مصاحبه ناس معاهم فلوس زي الرز، بس شويه الانتيكه دي اللي فضلت لها دلوقتي. دلوقتي بقى شغال على العيال الصغيره، تجيب بضاعة وتبيعها لهم ولما تزنق معاها قوي يعني خالص تشتغل بقى في الحرم. شو عم تتوشوشوا مبين؟ اجتماع مغلق ولا في اقعد معكم؟ ده بيتك يا زوزو، احنا جايين ضيوف عندك، تقعد زي ما انت عايز. طبعا اجتماع ولا حاجة، احنا بس مستنيين حد كده هيجيب لنا كبشة سعادة وهننزل معاه ونروح على طول. لا اهلا وسهلا فيكم، فيكم تقعدوا قد ما بدكم، البيت بيتكم. اهلا فيك. وايه رايك طب في صديقك الجديد بقى؟ ابو ضايه مش كده؟ ما
بعرف، بعد ما شفت بخيره من شره. استري نفسك حلو. عم اقول لك عندي مشكله ومالي قدران اطلع لعندكم على اخر الدنيا. خلص بكره بطلع وبحل الموضوع. البنت منيحه وما عليها شيء. شو شو عم تحكي؟ شو بكره ما بكره؟ ما عرفنا كيف طلع علينا الضوء ونحن قاعدين تحت هذا السقف. هلا بتحمل حالك بتجيب مجد وزاره وبتجي لهون ولا رح يخرب بيتنا؟ والله يا اخي دبروا حالكم، مو انا اللي خطفت البنت، انا عم حاول ساعد. ولما بكون عم حاول ساعد يعني بشوف الوضع اللي بيناسبني انا مو بيناسبكم انتو. لا 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 محمود، ما بقدر قبل بكره، ما بقدر. بيناسبكم اهلا وسهلا، ما بيناسبكم حلوا مشاكلكم لحالكم. عندي مشاكل لفوق راسي. شو قال لك؟ شو صار؟ لبكره لحتى يطلعوا. شلون يعني؟ شو؟ اليوم يعني اليوم، والا رح تشوفوا شيء ما بيعجبكم، فاهمين؟ لك انت شو عم تحكي؟ متأكد من اللي عم تقوليه؟ فهدي خيي جرب يخطفك هو نبيل؟ اكيد غلطانة. عم قلك جربوا يخطفوني، لو ما كنا بنص الشارع وهددتهم اني صرخ ولم الناس عليهم كانوا خطفوني. لك هيدا من شو معمول؟ لك شو جنسه هيدا؟ شو نوعه؟ فادي صبي مجنون. بعرف انك مضايق من قصة تينا، انا متضايقة قدك واكتر، بس لازم نتصرف. قوم خبر امك وبيك، خلينا نعرف نتصرف. فادي ممكن يأذي حاله ويأذينا. يمكن هيدا اياد. وحا إذا كان هو يتعمل مشكل مش ناقصته خيي. الله سترك أنك جبت زينة معك، وإلا كان عندي حديث تاني معك يا محترم. حقك ممنونك عم تحفظ لها لحقي، وحقي كمان أنه انتقم لإلي ولأختي. عم تهددني وسام؟ ايه عم بهددك، انا وجانا عم نهددك. اللي عملته فينا ما بينتسى ابدا. تبع حالك اختي. فوتي بابا. حبيبي اشتقت لي. بابا حبيبي فوتي احضري تي في جوا. شو جنى؟ شايفك سكتتي على كل الحكي اللي قاله اخوكي. شو موافقة؟ ايه يا زين. حزور شو اخي؟ واخيرا طلعت وصرت بلبنان. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. يلا بتاخذ سيارة وبوشك لعندي على الاوتيل، انا مشتاق لك كثير. لا حبيبي، بدي مر عند شباب رفقاتي وبعدين بجي لعندك. ولو يا زلمة، معقول مشتاق لاصحابك اكثر من مشتاق لي؟ لك لا، القصه ما هيك رامي، بس هيدول الشباب بدي اطلع معهم على تركيا، بعدين على اليونان، وبعدين على بلاد الله الواسعه. شو يزن؟ تاخذ سياره وبوشك لعندي على الاوتيل فورا، عم تسمع؟ لا اوتيل ولا بطيخ، انا عندي شويه شغل بس خلص بجي لعندك. باي يزن. يزن جنى، لازم تعرفي انه اللي صار صار لانه ما بدي اعرف ليش. بكفي انه صار. هي بس انت ما لازم تفكري بهي الطريقه. عن جد؟ وكيف بتحبني افكر؟ شو الطريقه اللي بتحبني افكر فيها حتى تكون مبسوط حبيبي؟ بعرف انك معصبه كثير، وبعرف انك مجروحة وهذا حقك، بس انا بحبك، وحياة بنتي اللي ما عندي غيرها اني انا بحبك وما بدي اخسرك.
حكيت بنتك عن كذب. أنا عم بحلف لأني ما عم بكذب، أنا فعلاً بحبك. آه والله؟ واللي صار مع تينا شو؟ ما بعرف، ما بعرف. إذا بتسأليني شو هاد اللي صار بقلك إنه صار شي غريب. أنا ما بيشبه الشي اللي بيناتنا، شي ما بعرفه. اسكت إياد، اسكت. ما بقى بدي اسمع هالحكي السخيف. مثال صار وخلص. يا جنى، القصة لسه بأولها، وما محرزة إنه نحن نخسر حياتنا وعلاقتنا كرمالها. عظيم، أكيد أنت فكرت كتير بالموضوع منشان هيك جاي لهون. تفضل، شو عندك تقول؟ تفضل تفضل، تعال نحكي، تعال نقعد نحكي بتلاقي اثنين نرجين. تفضل. ممكن توطي صوتك شوي؟ أنا بدي أنهي هذا الشيء اللي صار، هذا الشيء اللي صار بلحظة ضعف. بدي أنهي كل شيء، بس بدي إياكي تساعديني، بدي إياكي تفكري مثلي إنه هذا الشيء اللي صار هو ما صار ضدك ولا ضدنا، هو صار مشان يقوي علاقتنا. بتفتكر بهالسهولة بقدر أنسى؟ أنا ما عم أقول إنه بسهولة، بعرف إنه هذا الشيء اللي صار كتير صعب ومو بسهولة بيمرق، بس أنا عم أقول إنه توقفي جنبي ويكون عنا نية إنه نصلح لحتى ما نخسر بعض قدام أول مشكلة بتصير بيناتنا. افترض أنا قبلت وسمحتك، خيي شو بتعمل فيه؟ وسام اللي مغروم بتينا وطاير عقله فيها، اللي عم يحلم إنه يتجوزها ويعمل عيلة معها، شو بتعمل فيه؟ تفتكر هو كمان رح يقدر ينسى ويسامحك؟ تينا ما بتحبه لوسام. والله؟ أنت مين قال لك؟ يعني كيف صار هذا الشيء بيناتنا بيومين إذا هي بتحبه؟ وأنت كيف بتحبني وصار هالشي بينك وبينها بيومين؟ شفت؟ حتى أنت مش مقتنع بيا ليلة اللي هي، وعم تحاول تقنعني فيه كمان، حتى مش قادر تحط عينك بعيني وبرم لي ظهرك. ياد، أنا لازم روح عند أهلي، في مشكلة وبدي حلها. يا ريت تبقى هون مع زينة أو تاخدها معك. أنا بس أرجع باخدها مشوار. حرام هالبنت مطبق على قلبها، عم تمرق بأسوأ أيام حياتها مثلي تماماً. أنا ظاهرة شمها ونظيف. فادي لهيئة ما قالك بكل هالقصص؟ ايه؟ لك شو بيك ملبك؟ لا مش هيك، بس انا راسي مشغول بشي تاني. خبرني، انا بساعدك. اسلموا، هيدا شي خاص. هو لانه خاص بساعدك وبريحك، ما انا زوزو. اسلموا. شو رأيك اعمل ركوة قهوة واشربها انا وياك تت ا تت؟ هلا فادي، عشان عندي مشوار وأوديك البيت في السكة. شو البيت؟ خليني معك.
خلي معك ايه ده مشوار عايز خبره حبيبي مش حد ترميه زيك يلا بس زوزو عم تعمل قهوه يا عم قهوه مين بقى عم اشرب قهوه رح امشي تعال تعال سلام يا زوزو لك يا جماعه القهوه قهوه قال يا تينا طمنيني عنك وسام أذاكي بشي؟ ما بيهمني حدا غيرك ما بيهمني حدا غيرك حبيبي بدي أشوفك بدي تغمرني بدي أشم ريحتك مش عم بوقف أفكر فيك أنا كثير تعلقت فيك حبيبي كل اللي قلت لك إياه قبل أنسي أنا ما فيي وقف شوفك ما فيي وقف أطلع فيك ما فيي أبعد عنك بدي تغمرني بدي تحبني بدي تطلع فيي كلي خلص تينا اسكتي بليز بدك تتركني ما هيك بدك تتركني كرماله بدك تتركني كرمال لأنه جانا عرفت بعلاقتنا ما هيك اللي ما رح تتركني حبيبي اللي لا 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 أنا ما فيني أتركك طب تعال نتلاقى تاخدني من هون حبيبي تعال نتلاقى بدي أشوفك رح موت لأشوفك روقي تينا أعطيني شوية وقت لأشوف وين بدي حط زينة وبعدين بحكيكي ونلتقى أوكي بدي أضلي معك كل الليل كل الليل حبيبي اللي انه انت بدك مثلي اللي بدك نقضي كل الليل سوا ايه انا بدي اكثر مما انت بدك بدي اياكي تفهمي انه قصتنا ما لها هالقد سهله مثل ما انت متخيله روقي شوي وانتظري تليفوني اوكي اوكي تحترتك شباب والله حرام عليكم تعملوا هيك حرام عليكم يا شباب حرام عليكم الله يرضى عليكم لك شو عم تعملوا لك هدوا هدوا شوي شو عم تعملوا حرام عليكم يا شباب حرام عليكم يا شباب شو اللي حرام عليكم والله هيك ما بصير هذا ظلم خلص الله يرضى عليكم لك خلص حرام عليكم خلص خلص حرام عليكم والله حرام خلص خلص حطونا حرام قتلولك يا عمي لك شو طالع بإيدي لك والله الله يخليكم نبوس إيديكم حرام عليكم لك الله يخليكم لأهلكم والله ما عاملين شي لك أنا ما عاملين شي يا عمي يلا شباب والله يخل فيك يلا شوف حدوا شوي سرعة دموعي تضم ونسي الألم
منك كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك يا زمان يا شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس انفاسي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي حبيبي والأصعب كمل حياتي يا ريت مثل الأيام قلبك كسر قلبي مثل الأيام صاب الأعمالي ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري وانت منك جواته مثل الأيام كنا أنا وانت بقلبك محلي وجوه قلبي انت وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك يا رايتني يا رايتني كنت بوقتها اختفي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي